المغرب يمهل اديداس اسبوعين لسحب قمصان الزليج ويهدد باللجوء الى اليونسكو. تفاصيل زيارة الأميرة لالا سلمى لمدينة أصيلة. رسالة موقعة من 27 عضوا في الكونغرس تطالب وزير الخارجية الأمريكية بمعاقبة الجزائر بسبب صفقات تسلح مع روسيا. تقارير تتحدث عن توجه لإنهاء الخلاف بين المغرب والجزائر. المغرب يمهل أديداس أسبوعين لسحب قمصان الزليج ويهدد باللجوء إلى اليونسكو. في تقرير لها قالت صحيفة لوموند أن وزارة الثقافة المغربية راسلت شركة أديداس الألمانية العملاقة للمعدات الرياضية تطلب منها سحب مجموعتها الجديدة من قمصان المنتخب الجزائري لكرة القدم، متهمة إياه بالاستيلاء غير المشروع على التراث الثقافي المغربي. وقالت لوموند نقل عن فرانس بريس أن مصدر في وزارة الثقافة أكد أن ما قامت به أديداس سرقة لأنماط مستوحاة من الزليج المغربية والتي تدار على قمصان الرياضة الجزائرية، مما دفع الوزارة إلى التحرك بشكل عاجل. وندد محامي وزارة الثقافة حسب فرانس بريس في البريد الإلكتروني الذي أرسل إلى المدير التنفيذي لشركة أديداس وحصلت وكالة فرانس بريس على نسخة منه بالاستيلاء الثقافي ومحاولة سرقة نمط من التراث الثقافي المغربي لاستخدامه خارج السياق. وطالب محامي الوزارة من أديداس سحب القمصان المستوحاة من الزليج المغربي خلال أسبوعين. وحذر المحامي في رسالته من أن وزارة الثقافة تحتفظ بالحق في اللجوء إلى جميع سبل الإنصاف القانونية الممكنة أمام المحاكم الألمانية والدولية، كما هدد برفع القضية أمام المنظمات المعنية بحماية التراث وحقوق المؤلفة واليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل حماية التراث الثقافي. تفاصيل زيارة الأميرة لالا سلمى لمدينة أصيلة. عقب تداول فيديو للأميرة لالا سلمى الثلاثاء بمدينة أصيلة بعد غياب طويل عن الظهور، كشفت مصادر إعلامية عما قامت به الأميرة خلال هذه الزيارة. وأفادت صحيفة إيلاف أن الأميرة سلمى قضت يوما كاملا في زيارة لمعالم المدينة الثقافية والسياحية والتاريخية. وقامت الأميرة بجولة في أزقة المدينة القديمة وحي الخرازين وبرج قراقيب التاريخي الشهير وكذا قصر الثقافة وحديقته، كما زارت أوراش الفنون التشكيلية بالقصر واطلعت على أعمال بعض الفنانين معبر عن إعجابها ببعضها. ووفق ذات المصدر فقد تناولت الأميرة سلمى طعام الغذاء في مطعم غارسيا الشهيرة مواصلة جولتها التي انتهت في حدود الخامسة مساء مرفوقة ببعض صديقاتها وحرسها الشخصية. رسالة موقعة من 27 عضوا في الكونغرس تطالب وزير الخارجية الأمريكية بمعاقبة الجزائر بسبب صفقات تسلح مع روسيا. وقع 27 عضوا في الكونغرس الأمريكية رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن طالبوا من خلالها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب تعاونها مع روسيا، وذلك من خلال صفقات تسلح المبرمة معها والتي اعتبرها المشرعون الأمريكيون تدخل في إطار تمويل الخزينة الروسية لمواصلة حربها مع أوكرانيا. وقال أعضاء الكونغرس نكتب إن مراسلتهم لوزير الخارجية تأتي للإعراب عن قلقنا إزاء التقارير الأخيرة بخصوص العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وأضافت الوثيقة كما تعلم فإن روسيا هي أكثر بلد مورد للأسلحة للجزائر، ففي العام الماضي وحده أتمت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار. وحذرت المراسلة من أن العلاقة العسكرية بين الجزائر وموسكو تضعها ضمن المقربين من هذه الأخيرة، حيث أوردت في هذه الصفقة أتمت الجزائر اتفاق شراء طائرات مقاتلة روسية متقدمة بما في ذلك سوخوي 57، ولم يسبق لروسيا أن وافقت على بيع هذه الطائرة إلى أي دولة أخرى، وقد جعل هذا الاتفاق العسكري للجزائر ثالث أكبر مسلح للأسلحة الروسية في العالم. ونبه الأعضاء الموقعون على الرسالة إلى أنه في سنة 2017 أقر الكونغرس قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات المعروفة اختصارا بكاتسا، حيث يوجه هذا التشريع رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الجهات التي تنخرط في صفقات مهمة مع أطراف يمثلون جزء من قطاع الدفاع أو الاستخبارات في روسيا أو يعملون لصالح تلك الجهات أو بالنيابة عنها. وذكرت الرسالة بأن إنزال تلك العقوبات مفوضة إلى وزير الخارجية الأمريكي بالتشاور مع وزير الخزانة، مبرزة أنه من الواضح أن صفقة شراء الأسلحة الأخيرة بين الجزائر وروسيا تعتبر صفقة مهمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكية، ومع ذلك لم يتم تسليط أي عقوبة متاحة أمام وزير الخارجية على الجزائر من طرف وزارته. وربطت الرسالة
ذلك بالحرب الروسية الأوكرانية، وجاء في منطوقها مع استمرار الحرب في أوكرانيا فإن روسيا في حاجة ماسة إلى الأموال لمواصلة جهودها الحربية، ولجأت إلى فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي نتيجة دخولها على خط الصراع من خلال منع مبيعات غاز طبيعي إلى الدول الأوروبية. لكن ذلك ترك الرئيس فلاديمير بوتين مع القليل من التدفقات المالية في خزائن الحكومة الروسية. وأوردت الرسالة التي نشرها الموقع الروسي للكونغرس الأمريكي إلى أنه من المرجح أن تواصل روسيا الضغط من أجل القيام بمبيعات أسلحة إضافية، مبرزة أنه من الأهمية بمكان أن يستعد الرئيس بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون تمويل روس وآلتها الحربية من خلال شراء المعدات العسكرية. وبناء على ذلك طالب أعضاء الكونغرس وزير خارجية بلينكن بالبدء فورا في تنفيذ عقوبات صارمة على الأشخاص المنتمين إلى الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية، مضيفين تحتاج الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب الوحشية لنظامه. تقارير تتحدث عن توجه لإنهاء الخلاف بين المغرب والجزائر. حيث ذكرت وكالة أنباء الإسبانية إيفي أن الوفد الفرنسي المشارك في أعمال قمة المجموعة التاسعة ليوروميدا سيثير قضية الصحراء في القمة، مبرر ذلك بعواقب النزاع على إمدادات الغاز الأوروبية. وأرجحت القمة على موعد لاحق جراء إصابة رئيس الوزراء الإسباني بوباء كورونا. وكان من المقرر أن تلتئم القمة التاسعة لمجموعة يوروميد في جنوب شرق إسبانيا في 30 سبتمبر. وأكدت مصادر من قصر الإليزيه لوكالة الأنباء الإسبانية أن فرنسا بررت ذلك بالإنعكاسات المحتملة التي يمكن أن يحدثها هذا الصراع في سياق أزمة إمداد الطاقة والغاز في أوروبا. وتعتقد باريس أن الخلاف السياسي بين الجزائر والبوليساريو والمغرب يؤثر على إمدادات الغاز، مؤكدة أنها ترغب في أن ترى العلاقات بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط أفضل مما هي عليها، وأن يتم التوصل إلى تقارب بين أطراف هذا الملف. وذكرت الوكالة الإسبانية أن الجزائر كانت قد أنهت بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون في 31 أكتوبر من عام 2021 العمل بخط أنابيب الغاز المغربي الأوروبي الذي يمر عبر الأراضي المغربية، وذلك بعد شهرين من اتخاذه قرار قطع العلاقات مع المملكة المغربية. ويضيف المصدر نفسه أن الجزائر خفضت كمية الغاز المصدرة مباشرة إلى إسبانيا عبر خط أنابيب ميت غاز بعد أن أعرب رئيس حكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الرابع مارس المنصرم في رسالة وجهها إلى العاهل المغربية دعمه لخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية. وتضم قمة الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا وسلوفينيا وكرواتيا، وتشارك البرتغال في هذه القمة رغم أنها دولة غير مطلة على البحر الأبيض المتوسط. وستعرف القمة أيضا مشاركة رئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل. نشكركم على حسن المتابعة.